فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا صاحب مطعم ولدي ثلاثة من الطباخين، وهم يقول أنا صاحب مطعم ولدي ثلاثة من الطباخين وهم مسلمون. يقول: لدي مشكلة، وهي أنهم إن خرجوا إلى صلاة الجماعة فربما احترق ما يطبخونه، فهل لهم أن يصلوا في المطبخ جماعة؟ نعم، إذا كان يحترق الطعام يصلون عنده لحفظه وإصلاحه، لا يجوز إضاعة المال وتركه للسراق أو للاحتراق أو للضياع. نعم، هذا عذر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.